ايضا من ضمن الضوابط اللي تم اتخاذها عدم التعاقد على اي تمويل خارجي او البدء في اي مشروع حتى من خلال مكون محلي بيترتب عليه قرض او مكون اجنبي اضافي. ايضا من ضمن الاهداف اللي بيسعى اليها القرار خفض التمويل للخزانه العامه بالخطه الاستثماريه بنسبه 15% من الاعتمادات المستهدفه، ووفقا لاجراءات تنفيذيه سيتم اتخاذها من قبل وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. فالقرار يعني بيتناول ايضا كما حضرتك اشرت موضوع عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024، وبالتالي يعني هناك يعني ايه المقصود بعدم شراء سيارات الركوب يا سيادة المستشار؟ سيارات الركوب لاجل استخدامات الحكومه ولا سيارات الركوب بشكل عام في مصر؟ لا يعني سيارات الحكومه يا فندم. عدم احنا القرار كله بيتحدث عن الجهات اللي داخله فيها الموازنه العامه للدوله، فهو بيتكلم على سيارات الحكومه. جميل، وبالتالي القرار هنا يعني القرار تضمن عديد من الإجراءات اللي كما ذكرت هدفها ترشيد الإنفاق يعني في إطار الحرص على مراعاة أولويات المرحلة الحالية. عظيم جدا يعني.